بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يظهر جليا أن تغذيتنا سيئة جدا، فنأكل لحوم هرمونية ولحوم اصطناعية ونأكل المقلي والمعلبات، والنتيجة المباشرة الضرر بالبنكرية فنعجل بالسكري، الضرر بالكبد فنعجل بالعياء وضعف القنوات الدموية، وكل ما الكبد يضعف يضعف عمل المعدة، ونرى على أنه نوعية الهضم ونوعية الامتصاص سيئة جدا، وهكذا نرى الحصى بالمرارة، ونرى على أنه القنوات الدموية تضعف فتظهر الزروقية بالقنوات الدموية، ونرى الدوالي والبواسر، ونرى كذلك ضعف النشاط الجسم نتيجة الدوالي التي تفسد عمل الجسم وتفسد علينا الحياة الطبيعية. وهكذا نريد أن نكون استراتيجيين. خمس أساسيات لمحاربة الدوالي: أول شيء زيت الزيتون على الريق 3 ملاعق كبار مع الخامسة فجرا قبل الإفطار بساعة إلى 3 ساعات. ثانيا قويلب من الثوم المشوي، ثوم مشوي سوبوزيتوار، ثوم مشوي تحميل عند النوم ولما لا قبل الغداء وعند النوم مرتين، ممكن 3 مرات مع 7 صباحا، وهكذا نضمن على أنه القنوات الدموية عن طريق التحميل ننشطها تنشيط، ونخفف على الأمعاء ونخفف الغازات ونخفف كثير من هذه الأتعاب المعدة، فننشط الكبد وننشط البنكرية وننشط الدورة الدموية. ثالثا نأخذ زيت زيتون 50 غرام، 120 غرام من العسل، و5 حبات ثوم مسلوق في الماء، نخلطهم ونضعهم حقنة سرجية 3 مرات في اليوم، فنفرغ الأمعاء ونتخلص من الإمساك ونتخلص من العفن والبواسر الداخلية. وهكذا 3 مرات في اليوم مع 7 صباحا قبل الغداء ثم عند النوم لمدة 3 أشهر، نرى نشاط الأمعاء ونشاط الدورة الدموية والتخفيف على الأعضاء على العضلات والمفاصل، والتخفيف على السنة على الألم العمود الفقري، ونرى على أننا نتخلص من السياتيك بطريقة نشطة، والأساس عندنا هو الدوالي التي نساعد على التخلص منها بطريقة نشطة متميزة. رابعا تجنب كل المواد الحيوانية إلا السمك الأبيض، يكون طاجين مطبوخ بالثوم وعصير الزيتونة مخلوط بالزيت والماء الأسود وما يسمى بالتخت أو المرجان، وهكذا نستعمل طواجن سمك مع أكل خضار طازجة: مقدونس، كرات، بورو، الكرفس، الخيار، الخص، كل هذه المواد الطيبة، وراق البصل، وراق الجرجير، عصائر نكثر منهم أكل 200 غرام إلى 300 غرام مع الغداء قبل الأكل، ثم الإكثار من العصائر الفواكه نصف ساعة قبل الأكل أو ساعتين قبل الأكل، وهكذا نضمن على أننا في الطريق الصحيح من ضبط ما يسمى بالدوالي في أقل من 3 أشهر. 40% من التخلص من الدوالي بعد 7 أشهر، لا للدوالي، قنوات طيبة للقنوات الدموية متميزة بدون زرقاء ولا تشوهات للجلد بدون عملية جراحية، وهكذا نفوز بالطبيعي ونفوز بالصحة والشباب ونفوز بالقوة. بقى لسعات النحل عند المختص نحيط بالدوالي، جلبات الدوالي 5 إلى 7 لسعات، إذا 5 إلى 7 لسعات يوميا لمدة 6 أشهر إلى 7 أشهر، ثم الحجامة عند المختص إذا عندما تتوفر الشروط، وهكذا نتخلص من الدوالي بدون عناء ولا عملية جراحية ولا معاناة ما بعد العملية، والحمد لله رب العالمين على فضله الكبير. الدال على الخير كفاعله، استعدوا للدوالي حتى تعالجهم بالطريقة الصحيحة، فلا للدوالي